تضاف على البرنامج الوطني لاداره المخلفات اللي هو الاتحاد الاوروبي والحكومه الالمانيه، والسويسريين دخلوا في هذا البرنامج بال 10.5 مليون، فبيرفعوا الجزء الاستثماري بحوالي الربع. احنا اتفقنا معاهم الجديد بعكس اتفاقاتنا مع الالمان اللي قبل كده حصل من سنين، ان احنا هنركز طبعا في اربع محافظات الغربيه وكفر الشيخ والسويسرا، وده تم اختيارهم من 10 سنين كويس. لكن احنا بنقول هنا للسويسريين عشان خبرتهم في الحاجات الكويسه، ان لو عملنا الماستر بلان او الخطه ولقينا ان في مركز معين مدينه معينه في خلط ما بين المخلفات الطبيه الخطره والزباله، في الحالة دي احنا مش هنعمل بس مشروع المخلفات البلدية والسمنة الطبية، هيبقى المشروع الاسماني اللي بيجي كويس، يبقى في مرفقين، مرفق كده ومرفق كده. احنا بنحاول ان احنا نستغل هذه المعونات ونوجهها بحسب اولوياتنا كويس. فطبعا تماما اولوياتنا، بس طبعا فاحنا اتفقنا على كده ووقعنا على كده. تفعيل بقى بس التفعيل، احنا المكون الاستثماري يجب يتفعل في خلال بدايه الشهر الجاي ده، لان تم خلاص طرح دوليا وتم اختيار الشركات، الشركه اللي هتنفذ في الغربيه وكفر الشيخ شركه، وشركه ثانيه اقرب لفلسطين في الاسود، وشركه ثالثه بتشتغل مع جهاز المخلفات كويس، ده تم اختيارهم كويس وهيتعاقدوا معاهم وهيبداوا يشتغلوا عندنا. ولكن احنا هنبدا لان في مكون مصر، فاحنا اتفقنا معاه البدايه في نوفمبر القادم ان شاء الله. لكن احنا بدانا لان في مكون مصر في هذا البرنامج، مصر بتساهم، هنرد القرض ب 12 مليون يورو، وكمان احنا لينا مساهمه حوالي 24 مليون يورو. هو الجانب السويسري برضه بيأكد على